مركز دمياط للعلاج الطبيعي. اطمن، احنا في ظهرك. إصابات الحبل الشوكي من الإصابات اللي بيصاب بيها الإنسان نتيجة حادث أو لأي سبب آخر، بيؤدي القطع في نسيج وخلايا الحبل الشوكي، ويمكن تصنيف إصابات الحبل الشوكي إلى نوعين: الإصابة الكاملة وفيها بيحصل فقدان وظائف الجسم الحركية أو الإحساس بشكل كامل في مستوى ما تحت الإصابة، وإصابات جزئية وفيها بعض وظائف الجسم الحركية أو الحسية ما زالت موجودة. وعلاج المرضى المصابين في الحبل الشوكي بيتطلب المراقبة المستمرة والتقييم الصحيح، وده عشان يتم التعرف بسرعة على المؤشرات والوظائف الجديدة لإعادة إدماجها في الحياة اليومية. وقبل بداية رعاية المرضى بنحدد دايماً مستوى الإصابة وإدراج المشكلات الصحية اللي ممكن تحصل، وعلى الأساس ده دايماً بتوضع البرامج فردية على حسب كل حالة. ومن ضمن مجموعة العلاجات المستخدمة طاولة الوقوف، وهي من أهم الأجهزة المستخدمة في حالات إصابات الحبل الشوكي، وأجهزة التنبيه الكهربي والعلاج المائي اللي من خلاله بنقدر نعمل تمارين المشي في المية، وهو من العلاجات المهمة والفعالة جدا في مرحلة التعافي، وغيرها من البرامج العلاجية. وجلسة العلاج الطبيعي المكثف لحالات إصابات الحبل الشوكي مدتها بتتراوح من 4 لـ6 ساعات أو أكتر على حسب احتياجات الحالة. وعشان راحة مرضانا الكرام، وفرنا غرف خاصة للإقامة الكاملة مجهزة على أعلى مستوى لتوفير العناء عن المرضى. وبشكل عام في برنامجنا العلاجي بنساعد على تخفيف الألم لدى المريض، وتحسين دورته الدموية، وتقليل ضمور العضلات والانقباضات والضعف، وتحسين الصحة العامة، وبيتم ده عن طريق المساعدة في إعادة تدريب عقل وجسم المريض في محاولة استعادة بعض الحركات أو كل الحركات المفقودة بأفضل فريق طبي متخصص في دمياط والدلتا تحت إشراف دكتور أيمن البطة، استشاري العلاج الطبيعي بدمياط ومدير إدارة العلاج الطبيعي بدمياط.